المصري يعني فرقه كويسه وفرقه عندها لعيبه كويسه. الاول عايز اقول لكم خبر ان يعني خلاص احمد ايمن منصور واحمد عيد هما الاثنين خلاص اتوقفوا لحين انتهاء التحقيق معهم اللي هو بعد المباراه. وفي نفس الوقت يعني الاخبار اللي جايه لنا من جوه اتحاد الكره بسبب ان هما وقعوا الناديين ان هما سيتم ايقاف الاثنين لعيبه لمده ست شهور. وطبعا يعني المصري يا حسن تعاقد مع باهر المحمدي، تعاقد مع محمد الشامي، سمير فكري من الداخليه كويس، يوسف طبعا يوسف الجوهري المقاولين، فخر الدين بن يوسف كويس جدا، فخر احمد عيد واحمد ايمن الاثنين بره قائمه المباراه، ليستويل اماناكونا من غانا، ميدو جابر من سيراميكا، امادو جولدي من مولدوفيا من دينامو المولدوفي، ومحمود حماده من فاركو. شايف الماتش ازاي؟ يعني اخر ماتش المصري كانت اول مباراه كويسه، عمل ماتش كويس جدا بس كان فيه يعني غيابات كتير عند النادي الاهلي. شايف ماتش بكره ازاي؟ لا لا ما كانش فيه غيابات كتير، ليه؟ لعب بالفرقه الاساسيه بتاعته. والله انا كنت فاكر ان هو في الاخر لا لعب بالفرقه، حسين الشحات بيرسي تو كهربا وكان لعيبه نص الملعب موجوده ولعب بالفرقه الاساسيه. بس كانت لعيبه النادي الاهلي خلاص يعني بتفنش موسم وكده، فكان وكمان كان كابتن علي ماهر لسه رايح نادي المصري، وكان بالنسبه للعيبه بص كابتن ميدو اي مدير فني بيروح اي فرقه اول ثلاث ماتشات بيعملوا اللعيبه بتدي اقصى طاقه لان عايزه تثبت نفسها، وده كان بالنسبه لهم ايه اخر ماتش، يعني اخر ماتش ممكن كابتن علي هياخد مين هيقعد مين هيمشي. على فكره في الماتش دوت اللي فرق مع كابتن علي ماهر ان ما كانش عنده تغييرات، عارف لو كان عنده تغييرات كان ممكن يكسب الماتش، كان ماتش الكاس ده كان ممكن يكسبه. شايف ماتش بكره ازاي بالسكواد اللي هو موجود دوت بتاع النادي المصري؟ لا فرقه النادي المصري بدات هتبقى فرقه من الناس اللي هتتصنف، الناس اللي هتخش في المربع. كابتن علي مدرب كويس، بيذاكر كويس وبيحضر لعيبته كويس وبيتواصل مع اللعيبه كويس جدا. انا شايف هو عمل، انا عارف فرقه المصري كويس قوي لان انا كنت شغال هناك وكده، كانت مشكله نادي المصري الاثنين اللي في القلب ولعيبه نص الملعب، هو ملى الحته دي وكان ما عندوش احتياطي باك رايت، فجاب احمد عيد باك رايت، وكان احمد منصور وباير محمدي ده اتنين سرد باكين كويسين بس احمد منصور مش هيلعب. محمد الشامي طبعا لعب معاك ولعب وانا دربته وكان يعني لعيب راجل، لعيب راجل قوي قوي. هو ممكن تكون امكانياته مش جامده بس طول ما هو فايتر يدي لك 120، يعني لعيب ما شاء الله عليه. الصفقه الجامده جدا وعجباني ان النادي المصري يعني جابها محمود حماده، جابوا دي برضو حاجه يعني انا مستغرب ازاي نادي فاركو سابه وراح المصري. فديت برضو نقله كويسه. ميدو جابر اللي انت عارف النادي المصري كان الاطراف بتاعته برضو مش قويه كده، يعني انت متوقع انت متوقع باللعيبه اللي كانت موجوده واللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي تم التعاقد معاها، متوقع ان كابتن علي التشكيل بتاعه يبقى ايه بكره؟ انا برضو بص انا يعني ايه يعني عشان انت دلوقتي لخبطت لي دماغي، انا كنت داخل مظبط دماغي على احمد منصور واحمد عيد وكده. يعني مثلا نقول باهر اكيد صح؟ باهر اكيد. جول كيبر مين؟ محمود جد ولا لا مش محمود جد، حارس المرمى لا ما هو كان عنده الحارس الثاني عصام بالظبط ممكن واحد بس هو اللي فنش مين؟ عصام صار لا محمود جد اخر ماتش الاهلي اخر ماتش الاهلي ده اللي فنش فممكن يبدا محمود جد بالظبط، وباهر المحمدي اكيد باهر، هيبقى كريم ناحيه اليمين، كريم العراقي كريم العراقي السرد باك التاني مش عارف يعني ماشي، والباك ليفت الباك ليفت في باك ليفت عندهم كويس جدا اللي هو بتاع الاهلي ده صدقوا يا حسين السيد حسين السيد لعيب كويس جدا برضه، نص الملعب محمود حماده برضه انا عشان مش عارف مين اللي في نص الملعب. فريد شوقي مشي من زمان السنه اللي فاتت، مشي راح الجيش. عمرو موسى عمرو موسى لا مش هي مش هي لا عمرو موسى ممكن يلعب سيرد باك، يلعبوا سيرد باك جنب باه ممكن. يعني انا برضو خلي بالك انا الفرقه كلها مش، بس انا قدام هيبقى فخر بن يوسف والشامي وممكن يلعب لو الغيني ده والياس الجراسي موجود صح؟
اه طبعا نسيت محمود حماده والياس الجراسي دول جامدين هنا تمانيات دول كويسين جدا بالظبط. وفي حسن برضو حسن يوسف برضو لعيب كويس. حسن يوسف لا هو فرقه المصري خلي بالك الفرقه اللي فاتت اللي كانت بتلعب مع اللي جابهم دولت فريق المصري يبقى عنده فريق في الملعب كويس والاحتياطي كويس. يعني انا شايف ان النادي المصري يقدر ينافس على المربع السنه دي لان انت خلي بالك برضو انت نادي فيوتشر بدا في لعبه كتير مشيت من عنده فممكن يقع فهيبقى اهلي زمالك اهلي او اهلي زمالك بيراميدز المصري ده من وجهه نظري يعني ممكن. بس خلي بالك كل الفرق اللي انا بصيت عليها يعني الاتحاد برضو جايب فوق ال 12 لعيب يعني النادي الاتحاد جاب لعبه كويسه. فيوتشر ما قل يعني فيوتشر في لعبه كتير قوي مشيت من عنده. بيراميدز جاب لعبه كتير كويسه قوي يعني هو كان ينقصه الاحتياطي مثلا لعبد الله السعيد لرمضان البدائل بتاعته فهو جاب لعبه جامده جدا. لو تيجي تبص على كل نادي لا دعم تدعيمات كويسه بس في الاخر انا بقول الماتش اللي جاي دوت كابتن ميدو ده بدايه مباراه بدايه موسم فهيبقى صعب جدا على النادي المصري لان النادي الاهلي سبق نادي المصري بخطوه يعني سبق لعب ماتش رسمي في الاستعداد وكده فهو سبق النادي المصري بخطوه فهتلاقي الشوط الاولاني في تقفيل كويس جدا من الاثنين. الشوط الثاني هو بقى اللياقه اللي النادي الاهلي اكتسبها في الماتش الاولاني هو هتفرق معاه. طب ايه اللي كولر لازم يغيره؟ ايه اللي لازم يعمله؟ التشكيل الامثل اللي كولر يبدا بيه المباراه؟ لا هو الفينش هو المفروض ان الفتره اللي فاتت ديت يكون بيجهز نفسه للاعيبه اللعيبه بتاعته كانت الفينش. يعني انا لو انا ماسك فريق النادي الاهلي كنت هجيب اللعيبه اللي قدام دولت الخط الامامي كل واحد لازم اخليه يعمل فينش لان الماتش اللي فات كان في حاجات كتيره كويسه بس هو الفينش والكور الثابته اللي كانت عليه. يعني انا الحاجتين دولت كانت لفتوا نظري. وبرده ممكن يكون الضغط العالي ما كانش كويس هيبدا يتحسن الضغط ده. يعني هما كانوا ثلاث حاجات الكور الثابته اللي كانت على النادي الاهلي الدفاعيه كانت وحشه جدا لان النادي الاهلي كان مميز بدي ودي لان انت في الماتش اللي فات كورتين كانوا ممكن يخشوا في النادي الاهلي جونين في اول 10 دقائق فديت. والفينش بتاع اللعيبه اللي قدام يعني كهربا ضيع جوال الراجل المغربي ضيع عبد حسين الشحات كل اللعيبه حتى علي معلول ضيع فده هي دي النقطه الثلاث نقط دول يعني. صحيح انت شايف التشكيل الامثل اللي يبدا بيه كولر ايه؟ يعني محمد الشناوي محمد عبد المنعم علي معلول ياسر محمد هاني دول الاربعه. في نص الملعب يعني لا ديانج لا مروان واحد من الاثنين مش هلعب الاثنين يعني لا واحد من الاثنين وهلعب بامام وقفشه اوكي نص الملعب عشان في غيابات طبعا محمد عبد المنعم موقوف وصلاح محسن موقوف عشان انذارات وعبد القادر فهلعب بيرسي تاو فرويد ورضا سليم والفرويد لو هو جاهز هلعبه لو هو مش جاهز ممكن العب مودست لو هو جاهز هلعبه لان طبعا هو بقاله فتره ما كان في ما عملش فتره اعداد وكانش معاه موجود مع فرقه يعمل فتره هو المدرب بقى اللي شايفه وشايف حالته ايوه بالظبط هي دي يعني طب لو مودست مش جاهز مع غياب صلاح محسن وغياب كهربا للايقاف هل تلاقي يبدا ببيرسي تاو كراس حربه بالظبط ما هو بيرسي تاو وهلعب ورضا سليم وحسين الشحات بالظبط صح بالظبط كده حسين غايب حسين مش موجود محسن ما هيلعب طاهر هيبقى غصب عني فهلعب طاهر انت فاهم هي دي النقطه فبس يعني هو اكيد هو اضرب الامور واضرب اللعيبه اللي موجوده عنده فلازم ما زي ما قلنا نقطه من قبل اولها ان اللعيب اللي جاي المحترف الجديد دوت لازم برضو يشوفه عشان ما يحرقوش عشان الناس اصل مثلا امام هو موجود في الدوري وعارف اجواء الدوري ازاي والدنيا عامله ازاي فغير دوت غير اللعيب دوت اول ما هيلعب الناس كلها الانتقادات عشان سنه علشان الناس لازم اختيار التوقيت المناسب اصلا بالظبط لازم التوقيت يختاروا للعيب كويس ويبدا يلعبه لان هو لعيب ليفل عالي يا كابتن عشان برضه ما نقعدش لا 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 ليفل عالي في الدوري الفرنسي والدوري الالماني وبتاع يعني راجل لعيب جامد يعني بالظبط بس خلي بالك يا كابتن ممكن يبقى في الدوريات دي بس
يمكن يجي هنا في الدوري المصري عشان تعرف الاجواء بتاعه الدوري المصري، الناس كلها بتدافع فمش هيلاقي مساحات ممكن. بس لا هو مش موضوع كل الناس بتدافع صدقني، هو موضوع ان 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 ان, إن الريتم هنا حسن ابطا فانت كراس حرب اصلا خايف بقى. انا جربت ايوه كانت بتفرق معاك لما نيجي مثلا انت بتاخد الخطوه كده واحنا عاملين كده فخلاص انت واقف في الوسط بالظبط، والكوره مثلا ممكن بره بتوصل لك اسرع سنه بيبقى لسه الباكات مش واقفين كويس لسه، انما هنا الباكات بتاخد وقتها قوي وبتبص لبعض وبتكلم بعض وبتجيب كوبايتين شاي يقعدوا كده بص بقول لك انت امسك ميدو وانا امسك حسن. اه والله بالبهزه الدنيا الدنيا على لا على يعني حتى الكروس المفروض اول ما تعدي تروح عامل الكروس بسرعه، لا ده يروح قاطن تاني واعملها بشماله بلاش اقول مين.